هاك ارتكبت مخالفة، رفض الأولوية، عباك بها. عندك سيتي تو باساج، افتح المجال، هاك ارتكبت مخالفة رفض الأولوية. داكور، هذه مخالفة من الدرجة الرابعة، يعاقب عليها القانون. عندك 5000 دينار. البلاكة، شتا البلاكة هذي؟ شفتها بصح ما نعرفهاش، الإشارة هذي ما نعرفهاش. البيرمي تاعك راك اونسيان نورمالمون شوفور. انت اسكو شفتها البلاكة اسكو ما تعرفهاش؟ شفتها بصح ما نعرفهاش واش اكزاكت واش هي؟ معليش حنا نعاودو نشرحو لك. البلاكة هذي تقول افساح المجال، ستان سيتي دو باساج، افساح المجال الأولوية للدوارة لليسار، اللي يجي على اليسار. هذي ماهيش ستوب، هذيك شوط كي تشوف البلاكة كيما هذي ترى لونتي، ترى لونتي تشوف عندك اليمين واليسار ما كاين حتى طوموبيل جوز. إلا كاينة في محور الدوارة السيارة جاية على اليسار راك توقف تخليها تفوت وما تفوت تايا. فهمتني؟ رانا دينا معلومة جديدة. إيه وفي الحالة هذي، في الحالة هذي راك ارتكبت مخالفة رفض الأولوية للمركبات الآتية من اليسار اتجاه اليمين. في الحالة هذي عقب عليها القانون 5000 دينار جزائري.